صباح الخير. بعد مجهودات طويلة وشاقة جدا توصلنا لواحد من اللي فازوا بالجايزة، لان هو في اسكندرية واحنا في القاهرة، فتوصلنا له وادينا له الفيفا اللي كانت في المسابقة من 8-9 جولات كده. فدي حلقة سريعة كده، فيديو صورناه معاه، ما كنتش انا اللي هناك، صورناه معاه ايه احساسه، شايف ايه، شاف البرنامج ازاي، حاجات سريعة كده. فالفيديو هيبدأ دلوقتي. بيتر ازيك، عامل ايه؟ الاخبار؟ الحمد لله تمام. بيتر، كنت عايز اعرف انت بتشجع نادي ايه في البريمير ليج؟ مانشستر سيتي. اوكي، طب سمعت على الفور شو منين؟ عادي بقلب في التايم لاين فيسبوك لقيت الفيديو. كومبيتيشن كده، هيخش بالبركه. ماشي. لا انا اصلا عمري ما كسبت، عملت السيرفي ولا، والفيديو اصلا لما عملوا المسابقه جالي بالحظ، انا ما كنتش اعرف اصلا. طب ايه الحاجه اللي نفسك تشوفها بتقدم في البرنامج؟ ممكن اشوف برضو تحليلات للماتشات، اماكن الناس والتحركات، ده برضو بتفرق كتير. التاكتكس بتاعت فيفا برضو فكره بتبقى كويسه، وتحركات برضو في اللعبه، يعني ده ممكن نربط ده بده، فيبقى موضوع حلو يعني. اوكي، طب انت كنت حاسس، يعني اقول لك ايه، كنت حاسس انك تكسب ولا اكسب؟ بقول لك دخل بالبركه واكسب ايه، انا اصلا بقول لك جالي الفيديو ان انا كسبت بالحظ اصلا. انت ما كنتش مصدق انك كسبت؟ لا، وكنت لما كسبت اصلا افتكرت ان هو مش انا، وافتكرت ان الموضوع هيطلع فيك اصلا، اللي هو يعني واحد هيبعت لي فيفا. لا، وانت في اسكندريه وفي التجمع الخامس في التجمع، وبيرد عليا كل 3 4 ايام. فالموضوع كان يعني فاهم، بس ان هو يبعت لي الموضوع هنا لغايه اسكندريه ونتقابل الموضوع ده، فلا الموضوع محترم جدا، ويعني الموضوع بصراحه كان عاجبني جدا، فاهم؟ مبروك على فيفا. ميرسي. انا اللي اتشرفت ان انا عرفتكم وعرفت البرنامج. والله يا بيتر مش عارف اقول لك ايه، يعني ربنا يسامحك، ربنا يسامحك على الكلام ده. مش واثق في انك هتكسب، وشفت البرنامج بالصدفه، وبرد عليك كل 3-4 ايام، يعني فضايح كده على الفيديو ملهاش اي لازمه بصراحه. الف مبروك لبيتر، وفي مسابقه جايه حلوه جدا هتنزل في خلال ال 3-4 ايام الجايين، ممكن على اسبوع الفانتسي الجاي او الاسبوع اللي بعديه، وبرده الجائزه فيفا الاخيره، لان كنا عملنا مسابقه فيفا ومحدش كسب فيها، فهي دي الفيفا الأخيرة اللي ممكن تكسب بيها. فخليك متابع البرنامج، لو مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب، واعمل لايك على الحلقة وعلى الحلقات اللي عجباك، ولو مش عاجبينك اكتب لنا في الكومنتس ايه اللي مش عاجبك في الحلقات. اشوفكم في حلقات جاية، سلام.